شذايا رغم الغيابات النادي الصفاقسي يكمل اكتساح ويكمل القوة نتاعو، يظهر لي البقالة الأقوى بالنسبة لكل منافسي النادي الصفاقسي، الأقوى هو النادي الصفاقسي. إيه كما قلنا في العدد من المرات بالنسبة للفرق التونسية، وخلينا تو مادام مشينا للشامبيونز ليغ، النادي الصفاقسي والترجي التونسي حسب اللي شفناه وكنت شاهدت مقابلة الرجاء البارح والمنافس نتاعو، معناها نورمالمون باش يكون مع الأهلي بيان سور، ولو أنه تعدى بصعوبة الأهلي، زوج فرق نتاعنا التوانسة نورمالمون معناها ما نحكيوش على ليبول، نحكوا على أموال الكاري، لأنهم فرق معناها تقريبا تكنيكمون وتكتيكمون أقوى من الموجود حاليا، معناها على الأقل في الفترة هذه النادي الصفاقسي من أحسن، إذا كان مش أحسن فريق تو في أفريقيا هو الترجي التونسي. شفنا المقابلة هذه معناها منذ دخول 30 سكوند دو جو، معناها أوكازيون تيت تيت مع الجارديان، دونك بريمير ميتون 15 مينوت الأولانية ضغط النادي الصفاقسي وخلق فرص، ولكن بقية الميتون ما كانش في أحسن حالته. دوزيام ميتون النادي الصفاقسي عمل بريسينج الفوق، ودايور سجل على اثر معناها بريسينج، وكانت كره غالطه وقصها الروج وكان سجل هدف، كيف الهدف الثاني كان الروج الديسيزيف مره اخرى اللي فخر الدين بيوسف، وهذا شيء ايجابي جدا، وانه ينتظم في التسجيل، وهذا شيء مهم. حاجه اخرى شفنا تغييرات ثم اضطراريه وثم اختياريه، ثم تغييرات نتاع الواتي معناها في مكان الخنيسي، وهنا الخنيسي مسيك معناها اللاعب هذا معناها ما عندوش الزهر بوتيتر اونتر جيمي، لانه اشاك فوا يرجع ويشد ياخذ ريتم ويرجع يعمل بيرفورمانس، ياما ياكل ضربه المره هذه عنده ان بروبليم صغير، دونك ان شاء الله ربي يشفيه بالمناسبه هذه، كما ان شاء الله ربي يشفي معناها ان شاء الله لاباس سلموس في السلامي، كيف عمل انترفونسيون صغيره. عملت الاخبار الكل. وشفنا الدربالي زاده في بقعه الشبري، اللي الدربالي خذا الشيره اليمنى وتم اقحام الحناشي في وسط الميدان، ما نعرفش في غياب ماما صفوري يظل لي انتهى الموسم نتاعو، لان لجنه التاديب في النادي الصفاقسي في المره هذه معناها انه اقطع على اللاعب هذايا معناها رجوع، دونك ما نعرفش اسكو باش يتم معناها الاعتماد على الدربالي في الجهه اليمنى باستمرار، او بوتيتر هناك معناها اختيارات. اجمالي النادي الصفاقسي عمل ماتش كوريكت، منافس اقوى من المنافس نتاعو، دونك برافو للنادي الصفاقسي على خاصة وانه الي روتور معناها تربح تسجل تقريبا زوز اهداف في الالي وزوز اهداف روتور، اربع اهداف معناها مهم جدا هذا. كابتن برشا نتائج في الماتش هذا، صحيح اساس ماركا زوز بونتو، لكن كان قادر على الاقل يماركي اربع بونتو في الطرح هذا. على الاقل فما مباراة الفرصة ضايعة، ومش صفاقس حتى بعد نتكلموا على الترجي نفس الشيء معناها. فما تفاوت وتباين كبير على كل المستويات الفني والبدني وكل شيء بينه وبين الفريق، ومن من 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 حظ كريبس فاكسيا اللي لعبت على ملعب على في تونس، ماهوش في ملعب واحد اخر ولا حتى في صفاقس، معناها خاطر الملعب باقي احنا نمشيو، راهو المردود المقدم ان نوعيه اللعب المستوى الفني هو راهو ايل ديبون 100% من حاله الميدان. هذا النقطة الأخرى نقولوا شو؟ راهو الشامبيونز ليغ ولا الكاف راهي رحلة طويلة. معناها الإنسان مش نسبقوا احنا الأحداث. هذه محطة من محطات. إي فما مؤشرات كابتن هكا. أوكي، محطة من محطات كبيرة، شكون مش يوصل التيرمينيوس؟ إن شاء الله معناها تكون فيها الفرق التونسية. النادي الصفاقسي معناها تخطى هذه المرحلة وهذه المحطة، معناها بلاعبين كلهم توانسة باستثناء معناها المباراة في الآخر تخلي، معناها في الآخر تخلي. إدريسا، المباراة الجاية مباراة مش معناها كل ما نقدموا كل ما تجي لي كونترانت وصعوبات، وهذا عادي جدا معناها، وهذا عادي جدا. هذه حورية كوناكري معناها عملت مفاجأة كبيرة ياسر مع الرجاء، بالرغم اللي كانت تلعب بنقص عددي، كانت معناها ناقص عددي. يظن لي ثم إشكالية صغيرة. يمكن. ثم ريزيرف يمكن شحموا فيه اليوم ولا غدوة الكاف. مراد على ذكر على كلام الريزيرف من الدومين هو كلموه كان من غينيا، نقصك أنت كلموه كان من غينيا. بي مراد على ذكر المؤشرات وأنه لا تشامبيونز ليغ ولا كوب كاف رحلة طويلة، فما مؤشرات، تكلمنا على المؤشرات في النادي الصفاقسي، يظهر لك فريق قادر عنده صوف باش يوصل للآخر، فما الفرديات، فما اللعب الجماعي، يعني
بون كيما قال خالد الفريق المنافس ما كانش فريق كبير ياسر يعني ما نجموش نحكموا على الماتش هذا، ولكن عمرنا ما نستنقصوا قيمه انتصار او ترشح سورتو معنا في المسابقات الافريقيه، خصوصا بالنسبه للجمعيه عندها ملاعبيه في ليكيب ناسيونال، عندها كالندري كبير وماهيش تلعب في بلادها، ولو صحيح انه من المستحسن انه السي اس اس تلعب في المنزه ملي في طيب المهيري. انا اللي راه المهم هو الافكتيف وانه طيب خلاه 25 مارس مبدئيا يبدا حاضر. هي هل انه خبر ايجابي او سلبي للنادي الصفاقسي؟ بعض المده هذه الكل مسكر وسلبي ما مش فكره. لا معناها انا موافق خالد ياسر، موافق خالد دليل على عكس العاده. لا لا ياسر متوافقين، ياسر متوافقين. نعم على الارضيه معناها لا الارضيه اللي بصير في الشخص من طراز لا ديجا لاناكس هو من طراز كيما رادس. اسمع نبيل كوكي في باله باللي صاير في الليطوال في اللي صاير في نادي الصفاقسي. عاش في الصفاقسي عميل يا كابتن. اما ستانس وعندهم دي بوان دو ريبير في المنزه تريز امبورطون في المنزه. انت تستانس بملعب وتستانس بكذا الارضيه ولا هما نساو الموضوع عشان كانوا تستانس ملعب المنزه والجماهير وفي تونس. لا عاد كيفاش توا بالله شكون باش تربح الوساده ولا الولاده؟ هو مش فارس يلعب طيب المهيري والطيب المهيري ولا الزربيه اليوم وريناه طيب ايش يقعد زربيه الفلوس جديده الاشكال قداش باش تقعد؟ لا وريناه كان شرابولنا جماعتين باهي ومن بعد يولي. لا ولا نخموا على حاجه اخرى احنا والنادي الصفاقسي غادي عنده لي ريبير نتاعو غادي ثم حاجه اخرى مساوي جمهوره قطيعه مع الجمهور راهو قطيعه مع الجمهور. ساعات فما مقابلات يكسبها الجمهور فما مقابلات الساقين ما تجاوبش والمخ ما يجاوبش والكوره ما تحبش والكوره ما تحبش وتعكس والجمهور يجيب. من حق جمهور نادي الصفاقسي الفريق اللي احنا قاعدين نتمتعوا به معناها الناس اللي تفرج في تونس العاصمه ربما يتفرجوا في التلفزه وحبيت الصفاقسي في العاصمه لكن حبيت النادي الصفاقسي نتاع الصفاقس كي يجي راهو حسبه كبيره راهو باش يهبط لتونس باش يتفرج في النادي الصفاقسي مع الظروف المناخيه اللي راهو فيها. انا نقول اكبر خبر جاء بالنسبه لجماهير النادي الصفاقسي 25 مارس يتحل الملعب خلي الجماهير على الاقل الجماهير ترى الفريق واخويا والجمهور والملاعبيه بيدهم يحسوا وترى الروج وحده هو يحسوا بحنان الجماهير معاهم يزيدوا يدزوا هما هكا ما يرحموش خليك يزيدوا تيران طيب المهيري لما يكون سيرتو وقت اللي يتعبى تيران كله معناها دوزميلو يتعبى كي تبدا النتائج ماشي تتعبى تيران تقريبا يشبه شويه نوعا ما لانه الاماكن قريبه ياسر معناها الملعب تقريبا يشبه شويه الارسنال ما عاد فهمت علاش قال لي الروج مراد بكري حاب يعطيني ترانزيسيون اللي بيشوفوه توا اللاعب اللي حاسم جدا ومهم جدا في تشكيله النادي الصفاقسي فخر الدين بن يوسف هذا تقرير ثم نعود.